شعب في هجين مسؤول عن 11 مجلس محلي في المنطقة من هجين إلى الباغوز فنطلق عليه اسم الخط الشرقي طبعا حقيقة بالنسبة لهجين تحررت هجين منذ ما يقارب أربع سنوات الآن السنة الرابعة نحن دخلنا في السنة الرابعة لتحرير مدينة هجين من براثم الإرهاب حقيقة عملنا على تأهيل المنطقة من جديد، حيث أن المنطقة خرجت من الحرب مدمرة بالنسبة لشعبنا، وكانت هناك تقريبا حرب نقدر نسميها بحرب ممنهجة على منطقة أو مدينة هيجين. فعند خلاص الحرب وتحرير المنطقة على يد قوات سيرة الديمقراطية التي قدمت وضحت حقيقة في سبيل تحرير المنطقة وطرد الإرهاب من المنطقة بشكل كامل. فعملنا بشكل جدي على تأهيل المنطقة وإعادة الحياة إليها من من جديد حيث باشرنا بإزالة الألغام أولا لسلامة عودة الأهالي بشكل سلس إلى المنطقة ومن ثم فتح الطرقات التي كانت مغلقة بشكل عام نتيجة للحرب المدمرة التي جرت رحاها في مدينة هيجين فعملنا على فتح الطرق بآليات من من الأهالي تبرع من الأهالي وبمساعدة الإدارة الذاتية أيضا قمنا بفتح الطرقات وتأهيلها لعودة كما ذكرنا الأهالي بشكل سلس ودقيق إلى حفاظا على سلامتهم أيضا إلى بيوتهم كان بعض الصعوبات حقيقة الآن طبعا كما رأيتم مدينة هجين تحولت من منطقة منكوبة مدمرة إلى منطقة أخرى كما شاهدتموها باشرنا في جلب المنظمات بالإنارة المدينة فأصبحت المدينة منورة بشكل كامل باشرنا بتزفيت الطرق الرئيسية وكما ترونها الآن باشرنا في جلب بعض المنظمات لتشكيل محطات مرة أخرى باشرنا في ترميم المؤسسات والمدارس قمنا في بناء مدارس بالعمل شعبي عفوا تطوعي بناء تسع مدارس من أصل 43 مدرسة مدمرة هناك 19 مدرسة مدمرة بشكل كامل استطعنا بفضل الله وجهود الخيرين من أبناء المنطقة ببناء تسعة مدارس بالنسبة للوضع الصحي ممتاز جيد جدا طبعا آه آه تم تأهيل مشفى هجين بشكل كامل كان مدمر بنسبة 60% المشفى تم تأهيله من جديد والآن نعمل على تعيين موظفين أتت الموافقة على تعيين عدد كبير من الموظفين هناك أيضا منظمات وداعمة ومن إدارة ذاتية لتقديم بعض الأجهزة لتأهيل المشفى الكبير كونه أكبر مشفى حقيقة في دير الزور المنطقة كما ذكرنا سابقا كانت نسبة الدمار تقارن ب 55% حقيقة يعني دمار وكأن المنطقة خارجة من حرب عالمية حقيقة القفز النوعية والإنجاز الذي تم عمله شيء غريب وعجيب نحسد عليه حقيقة قمنا كما ذكرنا بإنشاء المدارس وإنشاء الطرق والإنارة ومحطات فالآن المنطقة تحولت من منطقة منكوبة إلى منطقة تباهي بعض المدن بجمالها ومؤسساتها وبمجالسها حقيقة طبعا تقدر نسبة الدمار عندما دخلنا إلى المدينة وخمسين 55% بشكل عام بالنسبه للبيوت المدنيه 55% حقيقه نسبه الدمار بالنسبه للبنى التحتيه ايضا تقدر ب 50 55 ايضا بالمئة البلديه بمسانده بلديه الشعب في مدينه غرانيج حيث قمنا بتنظيف الشوارع وازاله مظاهر الركام واثار الدمار والحرب في المنطقه وفي الربع الثالث من عام 2019 تم تقديم ميزانيه لبلديه الشعب من اجل مجموعه من المشاريع حيث كان الدعم مقدم في الدرجه الاولى لانشاء الافران في مدينه هجين بالاضافه الى وحدات المياه. طبعا بالنسبه لمشاريع المياه طبعا هناك مؤسسه مياه سوف يقومون بالتحدث بهذه المشاريع. اما نحن كبلديه نختص في مجال مشاريعنا ضمن البلديه. تم انشاء خمسه افران في مدينه هجين بترخيص من قبل هيئه البلديات والخدمات وإداره المطاحن من اجل تامين لقمه الخبز للمواطن كون هذه الماده هي ماده اساسيه وضروريه في القوت اليومي. ايضا من المشاريع التي تم تقديمها تعبيد الشارع الممتد من مدخل هجين الغربي من عند تله شعابي الى مدينه الباغوز بطول 42 كيلو متر بمسانده هيئه البلديات والخدمات وايضا ساهم في هذه الحمله مجلس الرقه. المد... قوات الامن الداخلي بدور كبير. لحماية المجتمع والحفاظ على أمن وأمان المنطقة من أي تدخلات إرهابية داخلية على منطقتنا نقوم بملاحقة الخلايا الإرهابية سواء كانت مرتزقة داعش أو مرتزقة النظام الإيرانية قوات الأمن الداخلي لها دور كبير بالمنطقة وتقوم أيضا بمساعدة وتلبية نداء الأهالي طبعا في تعاون من قبل الاهالي ويعتبر الخط الشرقي افضل من بقيه الخطوط طبعا بجهود القوات القائمه في الخط من قوات سوريا الديمقراطيه وقوات الامن الداخلي ومن قبل ايضا المدنيين الموجودين من المنطقه من اهالي المنطقه من الشيوخ ووجهاء في المنطقه والاهالي طبعا الكل متعاون مع الامن الداخلي وما في وبالجهود هاي صار عندنا ثمره، الثمره كان في امن بالمنطقه افضل من بقيه الخطوط. طبعا احنا مستمرين ومستعدين نواجه اي صعوبات واي تهديد للمنطقه في سبيل الحفاظ على الامن والامان. العوده لهجين ببدايه العام 2019 من بدايه عودتنا للهجين بدانا بالنشاط التطوعي شباب من مثقفي هجين اجتمعنا مع بعض واخذنا على عاتقنا فتح مدارس هجين والبدء بعمليه تعليميه فيها كنشاط تطوعي. هذا النشاط التطوعي انطلق بتاريخ 17/2/2019 كانت الفكره الاولى هي تنظيف المدارس والبدء باعاده تاهيلها بالامكانيات الموجوده واستقبال الاطفال من البيوت ومن الشوارع. بدانا العمل بثلاث مدارس ثم انتقلنا لسبع مدارس ثم تسع مدارس، هذا العمل استمر لمده ثمان شهور كعمل تطوعي. اشترك في هذه المبادره 325 معلم ومعلمه من ابناء هجين من حمله الشهاده الثانويه والمعاهد المتوسطه والجامعات. وصولا الى الشهر العاشر عام 2019 تم اعتمادنا من قبل لجنه التربيه والتعليم بدير الزور وتم اقرار كتله تعيينات ل 325 معلم ومعلمه وتم فتح مركز هجين التربوي. مركز هجين التربوي يجمع المناطق هجين ابو الخاطر وابو الحسن. بدانا منذ تولينا لاداره المركز التربوي باعمال الصيانه في المدارس ان كانت من المبادرات الشعبيه من قبل الاهالي او من قبل الدعم المقدم من الاداره الذاتيه او من قبل منظمات المجتمع المدني بدات اعمال الصيانه والتاهيل في المدارس تركيب ابواب شبابيك حمايات ضمن اولويات توفير المقاعد اصلاح دورات المياه اصلاح الصبورات مدينه هجين كان لها النصيب الكبير من دمار مدارسها حيث بلغت المدارس المدمره في مدينه هجين 18 مدرسه ثلاثه دمار جزئي و15 مدرسه دمار كلي خلال هذه الفتره كان لابد من التحرك بمبادرات شعبيه من قبل الاهالي او بتشجيع من قبلنا احنا كمركز تربوي او من قبل وجهاء المنطقه ومثقفيها. فبدات المبادرات باعاده اعمار هذه المدارس المدمره. بدانا بمدرسه حاليا تم انجاز 12 مدرسه، تم اعمار 12 مدرسه في مدينه هجين بمبادرات تطوعيه اهليه من قبل أهالي هجين ترحم على شهدائنا شهداء الحرية والكرامة والشفاء العاجل لجرحانا طبعا منطقة هجين أو مدينة هجين يمر الأربع سنوات على تحرير المنطقة في هذه الفترة تم استعادة السيطرة على المنطقة من خلال القوات السورية الديمقراطية ومن ثم بناء المؤسسات والادارات وعوده الاهالي الى البيوت وعادة الحياه من جديد الى مناطقنا بالاضافه الى تمكن ابناء المنطقه وجهود الاداره الذاتيه من اعاده البناء والاستقرار في مناطقنا ومن خلال خلال هذه الفتره البسيطه استطاعت المدينه ان تنفض الغبار عن البنى التحتيه المدمره وتأهيل المنطقه وإعادة الحياه من جديد من خلال المدارس والتعليم والبنى التحتيه والبلديات والخدمات. طبعا بشكل عام الوضع السياسي للمنطقه حقيقة أبناء المنطقه رأوا انه الإداره الذاتيه هي المشروع الحقيقي. لاخراج سوريا من دوامه الازمه والجهود التي تبذلها الاداره الذاتيه وقوى سوريا الديمقراطيه في الحرب ضد الارهاب ليست بالقليله جهود جباره لبناء المنطقه وبناء العقليه السياسيه وبناء الاراده السياسيه ضمن المجتمع والفئات الموجوده نتطلع الاداره الذاتيه ان تكون بوابه الحل للازمه السوريه بشكل عام من خلال المشروع الديمقراطي وبناء الثقه في هذا المشروع الهدف من الخلايا النائمه وبالاساس زعزعه امن واستقرار المنطقه وهي بالاساس محاربه هذا المشروع لعدم تمكين الشعب السوري من ارادته السياسيه. الشعب السوري على وعي في كل المخططات التي تجري من حوله، وخصوصا بالفتره الاخيره لاحظنا انه قيادات الدواعش التي تمكنت قوات التحالف الدولي ومساعده قوات سوريا الديمقراطيه من القضاء عليها كانت موجوده ضمن ضمن الاراضي السوريه التي تسيطر عليها دوله الاحتلال التركي. التركيه والتحشيد الاعلامي والحروب الخاصه ومن لتدمير هذا المشروع. نحاول نحاول دائما وابدا ان نكون متكاتفين ومتضامنين لدعم هذا المشروع والوقوف مع قواتنا السوريه الديمقراطيه وادارتنا الذاتيه لانه هي الحل الامثل. ولا يوجد اي بديل لاخراج سوريا من هذا الدوامه